بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به بإخبارهم، ومنهم أن ينصر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. قوله منهم أي من بعض جزئيات الجائز العقلي عليه سبحانه وتعالى، بمعنى أن العقل إذا خلى ونفسه لم يحكم بامتناع ولا بوجوب. أن ينظر بالأبصار جمع بصر، بمعنى المحل الذي يخلق الله تعالى فيه الأبصار عادة. عند وجود سطح أو القوة المخلوقة له تعالى كذلك، يعني أن أهل السنة والجماعة متفقون على أنه يرى بالأبصار، وهذه الرؤية هي خاصة بالمؤمنين، دون الكافرين والعياذ بالله تعالى. وقالوا إن المنافقين يرونهم ثم يحجبون ليزدادوا حسرة إلى حسرته وألما إلى ألمه. والرؤية هي أعظم إكرام الله للمؤمنين في الجنة. قال عز من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من السرور والفرح الذي لا يتصور له مثيل في هذه الدهر. منه أن ننظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، أي تكيف المرء من مقابلة وجهة ومسافة مخصوصة وإحاطة به، بل يجب تجرده سبحانه وتعالى عنه. فإن الرؤية نوع من الإدراك، يخلق الله تعالى متى شاء ولأي شيء شاء. فالمراد بالمخالفة في الكيف وجوب خلو رؤية الواجب تعالى عن الشرائط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأسهام والأعراض، وتمسك أيضا في شبه سمعية قواها قوله تعالى: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار.
وتحرير التمسك به الذي تعرض لجوابه أن نفي إدراكي سبحانه وتعالى البصر وارد مورد التمدح به وأشار إلى جواب هذا بقوله والانحصار يعني أننا نقول إنه سبحانه وتعالى يرى بمعنى أنه ينكشف الأبصار انكشافا تاما عند الرأي بلا إحاطة والانحصار الإحاطة والانحصار منفيان عن ذات العلي سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أوجدهما وقال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذا انتفى مثل المثل فمن باب أولى أن ينتفي المثل يعني أننا نقول إنه سبحانه وتعالى يرى بمعنى أنه ينكشف انكشافا تاما عند الرأي بلا إحاطة ولا انحصار له عنده سبحانه وتعالى لاستحالة الحدود والنهايات والوقوف على حقيقته كما هو محل النفي في الآية الشريفة فلا يلزم من نفي الإدراك على هذا نفي الرؤية ولا من كون نفيه مدحا كن الرؤية نقصا معلق بقوله أن منظر للمؤمنين يتضمنه ومعنى الانكشاف انكشاف وتعالى بحاسة البصر انكشافا تاما لكل فرد ممن مات محكوما له بالاتصاف بالآية والتصديق الشرعي سواء كلف به بالفعل أو كان صالحا للتكليف أو كان صالحا للتكليف به فيخرج به الكفار والمنافقون فلا يرونه سبحانه وتعالى قال عز من قائل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فنسأل سبحانه وتعالى أن يرينا ما تكرم به على المؤمنين من رؤيته في جنته التي هي دار النعيم المقيم والبقاء السرمد بلا نهاية ونسأله جل جلاله
أن يمن علينا برضاه وعفوه ليزداد هناك سرورنا وفرحنا، وإن رؤيته جل جلاله هي أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.